في إطار توطيد علاقات التعاون المتبادل وتمتين جسور التواصل، قام سفير جمهورية الهند لدى الدولة سعادة نافديب سوري بزيارة خاصة إلى الفجيرة، شملت عدداً من المصانع والشركات العاملة في الإمارة وعلى رأسها مصفات الذهب، متفقداً سعادته أحوال الجالية الهندية في الفجيرة. I think what we are seeing at multiple levels is a growth in trade. We are UAE's second largest trading partner. We are seeing a significant flow of investments, not just from India to UAE, but also from UAE to India in different sectors. So I see a very bright future for the economic relationship because there are such complementarities between the two economies. And then, of course, we have the wonderful Indian community as a real bridge between our countries and our economies, and that plays a major role in fostering the relationship. To see the scale on which the investment has been made and the level of quality that is being maintained, the fact that out of Fujairah they're exporting their products to countries around the world, to some of the most demanding customers and clients, really shows that you can come to Fujairah and establish a world-class facility that serves not only the UAE market but a global market in an area which is very different, taking advantage of Fujairah's location. Whatever I've heard till now is there's a great deal of appreciation and respect both for the business climate that Fujairah offers and particularly the sagacious leadership of Fujairah. Everybody that I've spoken with speaks so highly of His Highness Sheikh Hamad and how he has encouraged them to establish their operations in Fujairah. من ناحيته، أشار مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة سعادة شريف حبيب العواضي إلى أن هذه الزيارة من شأنها ضمان ديمومة العلاقات الاستراتيجية المميزة بين الجانبين. زيارة السفير اليوم كانت مهمة جدا للمشاريع الهندية القائمة هناك، أعطى السفير نوع من الاعتزاز والفخر الوطني، كذلك أعطى التزام شخصي على مسؤول في جمهورية الهند أن يرى ما هي الإمكانيات اللي ممكن توفرها مؤسسته في خدمة هذه المشاريع. فإذا التشاور والتلاقي والتباحث وطرح أهم عوامل النجاح لأي علاقة واستمرارية هذه العلاقة، لأن من خلالها تزيل العقبات وتزيل الشوائب والاختلافات الرأي. كثير من المشاريع بتعاني من الفقدان هيبتها لأن تكون بعيدة عن أنظار المؤسسات الحكومية، المؤسسات المعنية. لما تكون هناك دراية من الحكومات على هذه المشاريع في أرض البلدين تكون هناك اهتمام ورعاية. الاستمرار بالتقابل والتحادث والتشاور، التشاور من أهم عمليات النجاح. اثنين، طبعا دعوة المسؤولين المعنيين بالجهات المختصة، هذا على الشكل العام طبعا نتكلم، أما نتكلم من ناحية النجاح هذه ترويج و إعطاء الفرص الإعلامية والفرص الاستراتيجية واللوجستية لهذه المشاريع اللي تقام، سواء كانت على الصعيد المشاريع الوطنية اللي متواجدة في جمهورية الهند أو المشاريع الهندية الموجودة. هناك طبعا ما في شك أن في تنافس شديد في على صعيد العالم بشكل عام والدول المجاورة في جذب الاستثمارات الأجنبية. طبعا وجود علاقة متميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند راح يسهل من المهمة، لكن العنصر الأخير والرئيسي والعامل المهم في هذه في عامل الجذب هو الشفافية والتسهيلات اللازمة وتركيز على البنية التحتية في إنمائها. مسؤوليتنا الأساسية هي الاستمرار في رفع كفاءة البنية التحتية وكذلك طرح عملية الشفافية والتشريعات اللازمة التي تضمن رأس المال، أمان رأس المال وحرية رأس المال وحركة رأس المال والأمن والسلامة للمستثمر، لأن في نهاية اليوم المستثمر يبحث عن الأفضل. بدورهم لفت كبار المستثمرين من الجالية الهندية في الفجيرة على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلات فريدة وفتح آفاق تعاون اقتصادية وتجارية هامة، مؤكدين على الدعم اللافت والفريد الذي يحظون به من قبل إدارة المنطقة الحرة في الفجيرة. For us that he came to our factory.
went around the factory was very impressed with the equipment and the manufacturing facility, and this only showcases to everybody that the partnership that we forged with the local government out here, with the ruler of Fujairah, with the locals of Fujairah, has now grown to such an extent that we are looking to take it to a higher level now. Business environment in Fujairah is very supportive of business. I think very progressive in terms of how they would like to greet the businessmen who try to invest into the country, and a very nice atmosphere in terms of not just the facilities. The facilities are good. I think the infrastructure of Fujairah is good. It's growing day by day, and very convenient to access whatever you want to. We really value the visit of the Ambassador of India first time to our factory as a first stop. Our company in India is 65-year-old company. After various techno-commercial evolution, we decided to set up the factory in Fujairah. It was so easy. We were offered 3 or 4 locations in Fujairah, and ultimately we decided this place which you saw today in Al Hail. And it was excellent cooperation from government officials, from all the departments, because when you set up a factory, you require n number of approvals, n number of certifications are required to start the factory, and everything was very fine, though officers are strict. This factory is getting officially launched next month. In this factory, we're going to produce black tea, green tea, flavors, infusions. We will be producing for all the brands. Most of the top brands in this region will be produced here. And the advantage of this plant is that we'll be able to blend all types of teas and also pack all formats, whether it is a small 2 grams pack up to a 200 kilos of bigger bags, all formats, and which nobody has it in this region. When we came here, we met Sharif and we met the team, and quite encouraged the kind of business acumen they have. And the advantage of being in the UAE is that you can import teas from different parts of the world and they blend it here. So that we can produce the blends here, unlike whether you go to Sri Lanka or India or Africa. So we want to take advantage of that. And then obviously the support that comes from the government here, I think encourages us to be in the future of Fujairah.